هو هناخد ليمونية بقنا، ولما هناخد بقنا ليمونية هنفرقع باللونية وهنشوف اللي جواه، لو فلوس أو عقاب أو حاجة حلوة. نشوف يا جماعة، نشوف ثواني يا جماعة كده، انتوا طب روحوا اعملوا لايك وشيروا كومنت عشان يوصلكوا هو الجديد. ثواني بس عشان معاذ اخويا يجي. اصل انا عايز اركز بس ده مش كده، حد كده بيتفق على الطيور يا لحد يا جماعه. يلا معانا 10 لونات، اللي هيطلع اكتر من 10 لونات دي هو كسبان، وهياخد بالونه. البالونه دي يا فيها عقاب يا فيها فلوس. يلا بينا يا جماعه. يا جماعة على فكرة أنا بس أنا لو طلعت بإيديا يعني هفرقع بإيدينا بإيدينا. اه هتطلع ببقنا بس مش هتطلع بإيدينا. ماشي؟ يلا بينا يا جماعة. يلا 3 2 1 يلا بسرعة 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 بسرعة. طلعت 2، بقول لك 3، طلعت 2، طلعت 1. طلع يا جماعه، طلع كله صغير. يلا كملي، يلا كملي. يلا كملي كملي كملي. لا لا يا جماعه، قولوا يا بتغشوا ولا لا. اقول لك 2. يس 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 يا اقول لك 1. كسبت كسرت دي، خلاص خلصت خلصت خلاص يعني دي خلصت. هي طلعتها يا عزوزة. لا جامدة يعني، بص يا جماعة لو شغلت تي 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 يعني عزوزة أوي عليك. يلا يا جماعة 50 50. شوفي يا تخسري ايه؟ ما تخافيش افرقعانة انا يا جماعة. لا لا يا رب ما تعرفش تفتحها. لا فرقعيها. يلا مريم خايفة يا جماعة. همسك يدك. خايفة والله. يلا أنا ده خلاص. بصي همسك يدك. ورقة ورقة يا رب. يا غالي بيقول لك ما هي عاصمة مصر، جمهورية مصر العربية؟ الأقصر، الإسكندرية، القاهرة. آخر كلام. إجابة خاطئة، القاهرة. يا طيب يلا مريم. طب بص خليه هنا. دي توت ورا. زف الحين انا مش عارف ازاي كده، وده صعب جدا. يا يعني 11 ثانية، فضل 11 ثانية يا جماعة، 11 ثانية. يلا يا جماعة فين يا خبيتش؟ أنا ما نفسي زي ما عايز. فين؟ ما هي يا مريم؟ ما هي عاصمة
كوتون مشعلية مشعلية ولا غولية ولا دوحة دوحة؟ لا إجابة صحيحة مالي. الحمد لله 41 ثانية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله انا مش فارقه معايا ورقه او فلوس. ورقه. معاذ، السؤال بيقول ما هي عاصمه دوله السعوديه؟ السعوديه هي جده، الرياض، المدينه. لا اسمعي، الرياض. تمام صح يا رب. يلا مريم ندور عليكي. 3-2 خلصي خلصي الزرع عشان 55. يا رب يا صغير ضيعه ضيعه وقت حاجه ربي يجي عصر الحروف ولسانك شو متلعبيش. واحدة مريم. لا لمستك معي لمستك لابس. خلاص طمني يا مريم. 7-6-5 4. الله ستوب ستوب. 3-2-1 30 ثانية. يا جماعة بكسب دايما. يلا بقى شوف اختار ايه. يلا يا سلام. اوه 100 جنيه يا جماعة. 100 جنيه. الله الله الله. لا بس خسرانة يا جماعة، بس خسرانة. بس خسرانة معايا 110. معايا هي 10. يلا مريم يلا نشوف بقى مين اللي هيكسب في الاخر. هتكسب مين الدومي الحر؟ هنشوف هي تكسب الدومي. يا فوزي أنا خدت
سري دور. يلا 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 أبو ظبي. دبي. آخر كلام؟ لا هو غلط. هي أبو ظبي يا معز. يبقى عاصمة دولة الإمارات أبو ظبي. أبو ظبي. يلا بينا الدور عليك يا مريم. نسيت ون. يلا ابدأ يلا بسرعة. يغش كمان. السؤال بيقول يا معاذ ما هي عاصمة دولة سلطنة عمان؟ هل هي مسقط ولا صلابة ولا خزب؟ مسقط. صح يا معاذ، برافو عليك. وبكده احنا خلصنا فيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنت عشان يوصلوا كل جديد.
السلام عليكم. عليكم السلام.